هلا عم مختار لبيس. هاو المشكلة اللي قاعد يصير لي، نحط كونتاكت يشعل التابلو جو باهي، كي نخدم نسمع الصوت هذا ما تحبش تختم. هاو باش نعاود، باش نحط كونتاكت نخدم نسمع نفس الصوت. كي جيت نركز، هاو باش نرجع توا للبومب التالي. كي جيت نركز، كي جيت نركز لحظة، هاو باش نحط كونتاكت، نحط يدي لنا على البومب، تروح حط كونتاكت تسمع صوتها البومب تراه خدم شي الكهرباء كالعادة نفس الصوت، تراه عاود نحقي حط كونتاكت. حطيت كونتاكت مثلا تو حطيت حط كونتاكت ما سمعش صوت الموتور نتاع البومب، خدم راه عاود ناحي خلينا نشوف نسمع صوت البومب الموتور تاع البومب فما ولا لا صوت. حط كونتاكت شاي، حطيت كونتاكت ما فماش صوت كالعادة، مين سيل جرب خد جرب خد مخوي كالعادة نفس الصوت والموتور ما سمعش. هاو باش نجرب نحي الفيشة، هاو باش نجرب نحي الفيشة يسحى شوي. حبيت تنحى بكري نحيتها حصيلو عم مختار، حتى كي نحي الفيشة وننفخ فيها قلت بالك مسخة ونعاود نرجعها نفس الحكاية، ترى حط كونتاكت اخر مرة هكا راكبة هي الفيشة تو ما فماش صوت في البومب من الاول بركة، اول ضربة عملناها سمعت صوت مرة يعمل صوت الموتور متاعها وعشرة لا ترى خدم تواك سمعت صوتها خدم نفس العملية تواك خدم الموتور متاعها هذه الحكاية. انا حاب يوريني حاجه انا ما فهمتهاش، مش عارف شنو يحب يوريني بالضبط، يقول لي هاي الطرمبه ما تخدمش وهاي الطرمبه ما تخدمش وهاي الكهرباء ما تخدمش، ما فهمتش شنو اللي يحب يوريني. بالنسبه للطرمبه اذا كان الخراطيم او الديريتات معبيه بالليسونس ما عادش تعاود تخدم الا ما تفرغهم، لان فيها كلابي تاع انتيروتور يسمى، يعني ما عادش يا ترى انت سير عندك ما حبش تخدم، انا ما عادش ما وضحوا لي ديما من الاول، عادش طول توروني العيب ولا توروني كذا تقول لي هاي البوجي ما طلعش كره ولا هاي الترومبه ما طلعش اسانس ولا هاي كل حاجه، يعني اعطوني المشكله من الاول شنو اللي عندك بالضبط باش انا نفهم شنو يعني قاعد تعمل انت. تقول لي هاي الترومبه تخدم مره تخدم هاي مره ما تخدمش، هذا كله راني انا من نجم نفهم المشكله بتاعك انت، ظهر لي فيك انت عندك مشكله السياره ما حبش تخدم، يعني تقول لي علاش ما حبش تخدم وقتاش صارت لها المشكله كيفاش صارت لها، صلحت حاجه عملت حاجه جربتها من قدام ما فهمتش يعني شنو بالضبط، خاطر باش اذا كان باش نعطيك انا التفسير نتاعي لازم نفهم المشكله. طب انت ركزت على الترومبه وحبيت تفهم الترومبه تخدم ولا ما تخدمش، هذاك انت امور يهمك انت، لكن انا نشوف فيها هذه العمليه اخر شيء هي الترومبه نفحصوها احنا، لان انت عندك حسب ما فهمت منك السياره ما تخدمش، هكا ايش المشكله اللي عندك؟